الموصل إذا سميت قديمة أولاً لأن أول ما بدأ السكنة فيها وبدأ السكن في هذه المدينة بشكل حقيقي بعد سقوط إمبراطورية آشور بعام 1650 قبل الميلاد، بعد ما سقطت نينوى بالجانب الأيسر من الموصل، باقي من الناس نزحوا إلى الجانب الأيمن، يعني فعمرها بحدود 2350 سنة هاي المدينة، ولهذا سميت بالقديمة، وبقى السكنة فيها استمرت على نفس العادات والتقاليد وما توسعت، كان لأسباب انتقلت هاي الأسباب من نظام السكن في دولة آشور وإمبراطورية آشور، كان ما عندهم توسع، كانت إذا يريدون يسقط بيته، يعني إذا يريد يهدم البيت يهدم السقف وتبدي مدينة جديدة وهكذا. ولهذا العلماء بال 1940 عندما نقبوا في تل قوينجق اللي هو قبال نبي يونس، نزلوا حدود 100 قدم يلا وصلوا لمكتبة آشور. فأثناء التنقيب وجدوا يعني مجموعة مدن إلى مجموعة مدن متراكمة، فالموصل القديمة أيضا ظلت في هذا الجانب من السكن، ولهذا ممكن أن نتوقع أن منطقة إقليعاتية أقدم منطقة في الموصل اللي هي مقابلة لقصر آشور، أنه احتمال مدينتين إلى ثلاث مدن متراكمة فوق بعضها. وإذا أن تنزح إلى باتجاه الجامع النوري قل عدد واحتمال مدينتين موجودين تحت جامع النوري. بالمناسبة جامع النوري له خصوصية، وعموما معظم الجوامع يعني هو عمره بحدود 900 سنة، يعني بني يعني ارتفاع المئذنة مالته أو المنارة ارتفاعها 55 متر، يعني في ذاك قبل 900 سنة ويبني منارة ارتفاعها 55 متر كان مقصودة، أكو يعني مثل نقول لغز وهم إيم يعرفون كان في حينه، بس معروف بالنسبة لنا إن شاء الله نعرف معروف الـ سبب هذا البناء الارتفاع على هذا الارتفاع. ولهذا ساعته لو جيب أي مهندس تكلفه في بناء منارة في عصرنا الحديث الساعة ما يفكر يبني 55 متر، 130 40، بس هي كانت مقصودة. والجوامع أيضا منتشرة بكثافة في هذه المنطقة ولها خصوصية ومعنية أنه تبنى هكذا جوامع. فالموصل مدينة مهمة على مستوى الوطن العربي، على مستوى العراق، مستوى الوطن العربي ومستوى العالم، يعني ممكن نتحدث أنه يعني البحوث تشير اللي توصلتوا لأنه معظم الأحداث صارت يعني من الحروب اللي بعصر الحديث، أنه الموصل لها كان يعني بشكل غير مباشر أنه الموصل معنية بيها. والأحداث اللي صارت بعد 2003 وبعد احتلال حتى وقت احتلال داعش هم كانت لها يعني الموصل لأن يعني مركز تجاري ومركز التقاء بين المدن، يعني تركيا سوريا، فهي يعني فضم الأكراد في شمال العراق، الضم قوميات ومذاهب متنوعة ومتآلفين تآلف يعني غير طبيعي، ماكو في الموصل تفكير انه هذا الجانب يعني هذا الشخص من هذه الطائفة وهذا الديانة نهائي. ولهذا الساعة لو تشوف الساعة كنيسة الساعة كنيسة من بني صار بحدود خلينا نقول 100 سنة، وكانوا تآلف وتواد بيناتهم بين الديانات. الموصل لأن بقت محصورة في هذه المنطقة اللي هي نقول عليها موصل القديمة، كانت تحيطها الأسوار لغاية عام 950 تحيطها الأسوار، فكل سور له باب، فسمي مثلا باب جديد يعني باب جديد،
باب جديد، باب البيض، باب. فأكو أحياء سميت على هذا الجانب، وأكو أحياء مثلا المكاوي، منطقة المكاوي نسبة إلى سيد رجل نازح إلى العراق أو باحث دخل الموصل اسمه عبد الله المكي، مهاجر من مكة ولهذا سميت. المشاهدة والخزرج، قبيلة الخزرج بالفتوحات الإسلامية، الأوس والخزرج بقوا هنا والساك يعني تكاثروا عشائر ما شاء الله. سميت بعض الأحيان نسبة إلى المهن، يعني مثلا السريش خانة، سروج الخيل، هاي وقت الدولة العثمانية، مثلا باب الصراي، منطقة باب الصراي كان الصراي يعني الحكم العثماني هنا في هذه المنطقة. بعدش عندنا يعني مو إما تسميات كصفة أو تسميات من الناس نزحوا الموصل سكنوا هاي المنطقة سميت بأسماء، مو بأسماء تجار. سريش خانة تكلمنا عنه، يعني ممكن تتكلمنا عن العادات والتقاليد والالتزام الديني والأخلاقي لأهالي الموصل اللي كانت بدايتها من المنطقة القديمة. الموصل لأن منطقة يعني كثيفة السكان ومتلاصقة دورها متلاصقة مع بعضها، فكان يعني كان وانتشار الجوامع والتكيات بشكل كثيف، كان الوازع الديني ما شاء منتشر، والعادات والتقاليد ظلت مستمرة اللي يعني نفس العادات والتقاليد بس الأحداث الأمور التطور يعني، بس عادات وتقاليد أصيلة نابعة من الدين ونابعة أيضا من الأعراف، أعراف اللي تولدت نتيجة الظروف، هي مرت بأحداث، هاي الأحداث أيضا خلى يعني انتشار الأمراض الأوبئة، فكان هناك تكاتف وتلاصق بين العوائل والأهالي بين يعني متكاتفين، فأيضا نشأت هنا التقاليد، التراحم، المساعدة. ولهذا ساعتها يجون أجانب هنا، يجون من جنوب العراق ما شاء الله، من يجون يعني يشوفون كأنهم مدينتهم حقيقة، ما يشوفون أي شيء، ما يشعرون أي شيء غريب بهاي المدينة. والمدينة مهمة، مهمة يعني لو يعني نتحدث على أهميتها تنبع يعني من خلق الأرض، يعني المدينة إذا نتحدث عن الموصل لازم نتحدث عن خلق الأرض، إنه هاي المدينة مركز أقرب نقطة التقاء بين الشرق والغرب، فعليه السفينة مسيد نوح لازم تجي هنا بهاي المنطقة أو بالموصل أو أطراف الموصل حتى أولاد سيدنا نوح يتوزعون بشكل سهل، يبثون الدعوة للإسلام بين الشرق والغرب. فهي كانت مركز، يعني سألو تدخل على الجي بي اس تشوف الطيران العالمي، أي طائرة متجهة إلى جنوب شرق آسيا وجنوب شرق آسيا من أوروبا من غرب تجي دوس تدخل على الجي بي اس تشاهد أنه راح تجي من فوق الموصل لأن يعني أقرب نقطة، وعليه السفينة، وما دام السفينة نزلت في هاي في الموصل أو نواحي الموصل وهناك خليقة، إذا يجب أن يكون هناك أنبياء، ولهذا سميت مدينة أنبياء. ومن ضمنهم لو لاحظ سيدنا يونس من إجل الموصل ما جاء بالبر بعد الطوفان، جاء بالحوت، فانتشار يعني نستطيع أن نقول هي مركز انتشار الخليقة بعد الطوفان هي الموصل، ولها خصوصية أخرى أنه بصورة سيدنا يونس بالإحدايات أنه لولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذا الموصل ارتبطت مرة ثانية بشيء كوني آخر وهو القرآن، القرآن لن يزول أن تقوم الساعة، وعليه ومتعناهم هنا ومتعناهم إلى حين. التمتيع في تقديري أهل صح خرجنا من تجربة مريرة مع داعش، أنه التمتيع دخلوا بأهل الموصل، لأن يعني الموصل هي يعني هسه في تقدير أنه أصبحت لها
مكانة عند رب العالمين، يعني مكانة حيل مهمة لأن مربوطة بالقرآن والتمتيع. هذا دخولهم فيه حاليا دخلوا به، ولهذا لو تلاحظ المدينة بدأت العشائر تتوحد مرة ثانية، توحد ما موجود كان قبل بهاي الصيغة ما شاء الله. الإعمار اللي عيصير بها وراح يستمر هذا الإعمار، وأنا في تقدير راح يصير هجرة عليها، يصير هجرة على المدينة، لأن ما دام بدت الخليقة بها بعد الطوفان أعتقد الخليقة أمن راح ترتكز مرة ثانية، أنه اقتراب الساعة والله أعلم أنه أيضا راح يصير نزوح إلى هذه المدينة، سواء من داخل العراق أو من خارج العراق، يعني من الدول المجاورة. هاي خصوصية ما يعني ساتا ما نتخيل كان يتعمر عندنا شارع بصراحة بعد ما خرجنا من تجربة داعش، ما نتخيل يعني من نشاهد المنظمات وشاهد الحكومة المحلية وسعيهم وبذلهم يبنون يعمرون هالشوارع، يعني أصبحنا يعني كنا نحلم أن نشوف الماء يخرج من الحنفية، ماكو ماي. استعبدت البنية التحتية بنية يعني بعد التحرير اكو مناطق يعني ما تخيلنا هاي البنية التحتية وبهذا الظرف، يعني بعد التحرير مباشرة بنية تحتية خرافية استراتيجية يعني شيء ما طبيعي. ولهذا ساعة الإعمار مالة الموصل في تقديري انه هو إعمار لشيء مهم راح يصير، وانه النزوح راح يصير عليها وراح يصير توقع كذا يصير استقبال للناس، ولهذا طبيعة الناس أهل الموصل مثل ما قلنا ومتعناهم، إذن التمتيع دخلوا بأهل الموصل إنه راح يجيهم إن شاء الله خير، يعني بعد اللي شافوه عنه يعني هو أمر الله، بس راح يشوفون إن شاء الله تمتيع وخير راح يجي لأهل المدينة. ولهذا المنظمات تعرف أكون احتمال أكون مدارس ترى، يعني البابا من دخل الموصل يعني دخول الموصل المنطقة المكرو من جاء، إذن يعرفون أكو مراكز دراسات استراتيجية تعرف أهميتها المدينة بالتوراة وبالإنجيل موجودة، بس إحنا ما نتوسع وما ندخل بتفاصيل بقدر ما هي مهتمون بها، عندهم علوم ولهذا بدأ الإعمار بها، ولهذا زارها البابا مقصود الزيارة، يعني أنه لها أهمية استراتيجية على مستوى الكون، على مستوى أحداث قيام الساعة هاي المدينة. يعني بعد ما تحدثنا على الواعز الديني في هذه المدينة أن الإسلام كان منتشر في هذه المدينة بكثرة، نعم. كيف كان يعيش المسلمين مع المسيحيين واليهود في تلاؤم وترابط فيما بينهم؟ أهل الموصل يعني عندهم طبيعة ما 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 ممكن تخلي تجيب شخص بأي ديانة، أي ديانة هسه على تدخل الموصل ما عندهم وازع نفسي او شيء، ما 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 يعني مو ما يهتمون، يعتبروه فقط يعتمدون كشكل انسانيه كرجل كانسان سواء رجل او امراه، انسان خلقه الله من دخل الموصل ما 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 ما, ما لا يوجد هذا الامر، يعني ما التفرقه فلان ما موجوده هاي الحاله، سبحان الله صفه، هذه صفه مهمه، يعني اي شخص هسه يجي خاصه المنطقه المناسبه المنطقه القديمه لو تجيها الزورة تدق أي باب فقير تقول له جوعان ينطيك أكل، طلع لك أكل عادي، يقول لك ما عندي سكن، على فقره على مستوى الفقر ماتو يضيفك، ممكن تقول له ما عندي بيت يضيفك على مستوى الفقر، وجربتها بصراحة شخصيا أنا راح جربتها. زين بما أنه دخلنا لهذا المجال تحدث لي عن طبيعة حياة أهل المدينة القديمة. والله حياتهم بسيطة، ناس القناعة يعني القناعة عندهم يعني شيء عجيب، يعني يقتنعون بأبسط الأمور وماكو أي حالة تذمر وقناعة، ولهذا بقوا في يعني رجعوا يعني بيت تشوفه واقع يجي ويقع يعني يجي يبني لك يرجع يبنينه والمنظمة ساعده والحكومة ساعده بس يرجع، يعني ماكو يعني اهتمام، هو اهتمام ممكن توقف البث اشنو سؤالك كان نسيت. تحدث لي عن طبيعة عيش اهالي المنطقة. هؤلاء الناس هم بسطاء،
يعني من ضمن العادات والتقاليد والظروف اللي مرت بهم تأصلت انتقلت من جيل إلى جيل، من أجدادهم إلى أبائهم إلى الجيل الحالي، بقت البساطة. يعني حيل حيل ناس بسطاء وعندهم قناعة، قناعة بالعيش ما 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 تخيلها. يعني رجل كان يملك يعني يمتلك عقار أو يمتلك مصنع، أشوفه يعني أنا شو شع ناس يدفع عرباني يبيع جغاير. يعني ما ماكو حالة تذمر، أكو حالة قناعة، والقناعة غريبة بصراحة. يعني ماكو يعني يعني شيء رائع ما تشوفها بغير مناطق، تخرج الموصل ماكو ما يهتم. يعني تلاقي ملابسه بس نظيفة، صح قديمة نظيفة، يستخدم أكثر شيء البالة، وأكثرهم العمال والكسب وأصحاب يبيعون خضار بس ناس متواضعين. التواضع والقناعة أساس الحياة بالموصل القديمة. المناطق الأثرية في مدينة الموصل، ليش الحكومة ما اهتمت بيها قبل احتلال داعش لها، وبعد الاحتلال وبعد ما دمرت اتجه الأنظار الدولية والمحلية لهذه المناطق؟ هو ما مسألة اهتمت أو لم تهتم أو ما اهتمت بها. يعني بوقت المحافظة والمحافظ الموصل كان سالم البصة، يعني لاحظت أنه قام يبلط العوجات درابين، قامت تتبلط بينما الأحياء الشوارع كانت بعد بها حفر ومحفر، بس كان اهتمام بالموصل القديمة عجيب كلها تبلطت. فمن يعني صار فضول من عندي أنا أعرف شنو هذه بصراحة، بحوث أبحث وهذه المهم شفت أنه هذه يعني أيضا عايدة يعني شبه لليونسكو كمدينة أثرية، وأنه يعني احتمال أنه حتى سعر المتر مالت المنطقة القديمة مقرر باليونسكو والله أعلم أنه 2 مليون دينار مثلا للمتر، المتر الواحد مال البيت. يعني المدينة بدأت تتوسع، الدولة أو المحافظة يعني تابعت، هي منطقة قديمة ما ممكن إيش راح تسوي بها، منطق تخليها نفس حالها مع إيش راح تبني سوبر ماركت ما تغطي. فالتوسع كان اهتمام صب على أنه المناطق الأخرى والأحياء الجديدة صار عندنا كثافة سكانية عالية، وتوجهت المحافظة. بس مراكز يعني أنا في تقديري الأجانب اليونسكو وبعض الدول أنه يعرفون أهمية المنطقة القديمة، مثل ما تحدثنا موقع الجغرافي وشغلات الدينية المربوطة بها وما القيام الساعة، وأنه صار بها اهتمام ودخولهم حيل بصراحة قوي على الموصل القديمة في بعد هالساعته، يعني بعد التحرير يعني دعموها المدينة القديمة من يعني شيء مو طبيعي، مساهمة المحافظة هنا بشكل قوي، الدولة بشكل قوي، يعني صار إعمار بيها. بس الغرب يعرف أهمية هذه، فبدأ بشكل قوي بعد التحرير. الحكومة لا ما عنده إشكال إنه كان عندنا اهتمام خارج المدينة، لازم تبني مجمعة سكنية، مدارس خارج المدينة، الكثافة السكانية ما أصبحت يعني مشغلة، فيبدي عملية السعب. بس الأهالي بقوا هنا، كل من عمر بيته تفوت الجامع النوري بظهره حدود الخليم فول بالألف بيت، كل عمار حديث، الطراز القديم، عمار جص وحجر، نفس البيوت كلها منظمات تشتغل شيء ما طبيعي، والبيوت التراثية الكبيرة كاملة إعمارة وتمويل ومساعدات، والناس يعني حتى يتمنون الساعة أي محل تفتح يقول لك تعال فتح أنا مولك أنا إيش تحتاج، بس يريدون يحيوها مرة ثانية، يعرفون أهميتها وهي مهمة فعلا مهمة. بس المفروض أكو مراكز دراسات، يصير عملية دراسة من خلق الأرض إلى أن تقوم الساعة بهاي المدينة حصرا، ينطيك نتيجة. يعني مثل ما قلت لك ارتفاع جامع الكبير 55 متر، لازم يعرف ليش 55 متر، فإذا لازم تسقط هاي 55 متر، داعش لازم يسقط، أو الجوامع في الداخل لازم تسقط،
كان مقصودة لأغراض يعني ما نستطيع يعني هي دينية بصراحة، أنه لازم تسقط، يعني لها خصوصية هذا الارتفاع، ارتفاع حلو هو خصوصية مهمة بذلك، وكان يعنيها مثل ما تحدثنا الرجل أو الناس اللي قاموا على بناء هذه المدينة المنارة. فهي يعني سعي مدينتين تحت الأرض، أنا يعني ممكن إذا ما أريد نخمن يعني لو تروح لمنطقة للشط تروح يم باش طابية تلقى سور ويا مع الماء تلقى سور مال باش طابية مال القصر، هو طبعا بارتفاع التراب فوقات والتراكم مال التراب حدود 20 متر تبدي البناء الجديد يحيى أبو القاسم. زين هاي إذا أكو مدينة يعني ما معقولة ملك يبني قصر جوا التراب، إذا هاي مدينة ممتدة إلى منطقة الإقلاعات. فحتى قرصراي نفسها ساعة الغرف ما تأكلها جوا المي قرصراي ساعة الإقلاعات، إذا راح ترتفع من باش طابية يبدي الارتفاع إلى منطقة الإقلاعات، ارتفعت الإقلاعات ليش؟ لأن مدن متراكمة، تخيل 3 أو 4 مدن الله أعلم بعض فوق بعض هكذا، هاي المنطقة الإقلاعات مدينة مهمة. ولهذا تشوف البيارة هسا تنزل فوق منطقة عالية، الشاطئ يبتعد عنها بحدود 50-60 متر لازم ينزل يصلوا، لو تشوف البير بيوت بيها بيارة بير شجر، لو تسقط حجر ضل تنزل حجر بحدود 30 متر يلا تطخ الماء. إذا البناء الأول ما كان عندهم عملية حفر آبار بهاي الطريقة عمودية، إذا كان أكو بناء حفر بير بشكل بسيط متر مترين وصعدت مدينة ثانية فوقاته ثالثة فوقاته، فأصبح ارتفاع البير حتى تحليل المضمون حتى نصل القناعة هل هي موجودة 3 مدن، بالإضافة إلى السور اللي تحدث لك عليه من الباش طابية. هي ما مسألة الحكومة، كان مهتم الحكومة مستمرة بالاهتمام يعني من 1900 وجاي أكو اهتمام. نعم يعني الساعة عام 1940 أكو بعثة أثرية بريطانية جت نقبت مع كوادر الآثار العراقية، كثير أكو تعاون واهتمام، أكو كثير مناطق محوطة يعني ما ممكن التقرب منها. بس هو السؤال وين يكمن؟ المنطقة القديمة تعتبر كلها قديمة ما دام عمرها 2350 سنة، إذن هاي منطقة أثرية. زين ليش الأجنبي أو من أوروبا مراكز البحوث الأثرية بأوروبا يجون للموصل؟ يعني الساعة من نزلوا بمنطقة تلقائين جو مقابل النبي يونس ينزلوا على قصر آشور بحثوا عن المكتبة، يعني نزلوا 100 قدم بحدود 1000 رقم طيني استخرجوا منها، موجود جزء منها طبعا ها موجود الكتاب. فكل رقم طيني هو ليش الأجنبي يجي يبحث عن الرقم الطينية في بهذه المدينة؟ كانت مدينة عظيمة يعني رابع عاصمة للدولة الآشورية وآخر عاصمة هي كانت نينوى. الكل رقم طيني كانوا متقدمين ومتفوقين علميا بذاك العصر، فكل رقم طيني يجدوا الأجانب أو الغرب يأخذونه يترجمونه. كل رقم طيني أنا في تقديره وبراءة اختراع، يعني ممكن يعني لأن كيف هذيك كيف الإمبراطورية الآشورية أصبحت إمبراطورية وعظيمة وتوسعت إلى حدود فلسطين، بأي صيغة توسعت؟ فكانوا متطورين ومتقدمين. وعموما هم كانوا اعتمادهم الأساسي يعني ما مثل وقتنا الحاضر يعتمدون على الماديات، كان الروحانيات أكثر، كان تعاملهم مع النجوم وحركة الكواكب. احنا بعصرنا الحالي إذا أردت تحرك صخرة فكر بشفل، ما كان يفكر، ما عندهم شفل، ما يفكر بشفل، بس كيف كانوا دولة عظمى. ولهذا الأجانب من يجي يلقي الرقم الطيني يترجموا، كل ترجمة أنا في تقدير براءة اختراع، كيف هذا حرك هذه، كيف هذا استخدم هذه الأساليب فيطبقوها بعصرنا الحالي، ينتجون بها مواد يصنعوها يصدروها على كل العالم يربحوا منها. يعني ساعة مثلا جامع الكبير، لو تجي جامع النور المنارة بيش انبنت؟ جص حجر. نعم، والماء مالته شنو؟ ماء مو ماء عادي، لا استخدم معاه الماء مال العظام من يفور العظام، نحن نسميها الباتشا،
لو تترك الباشا لي ثاني يوم تلاقيها صايرة هلامية لزجة. فالماي مال الباشا العظام نفسه ما هنسميها باشا عظام، كانت تترك قبل ما مثل الساعتها يهتمون بها، كانت تشمر تترك يعني بس. فالماي نفسه يصير هو الخبط ويا الجص ويا الحجر حتى ينطيها نوع من اللزوج والمرونة الحركة يعني، ولهذا ما سقطت كانت تلاصق. بالإضافة إلى متانة الكلس الجص كان هذه إضافت لها أنه حركة يعني حركة انسيابية بسيطة ما تتأثر بال، وكانت كثافة أكيد استخدموا كثافة المادة المياه اللي خلوها مع العظام. فالموصل يعني مهمة، الآثار بها مهمة يعني، لو تدرس كل الآثار وتخرج مكتبة عاشور يعني في تقديري ممكن تحصل رقمين إلى ثلاثة رقم طينية تبني الموصل كلها مبلاش بثمن هذه الرقم. يعني هسه أي مواطن من يفكر يلاقي رقم طيني ما يفكر يعني، هسه ما شاء الله الدولة تأخذ تستقبل الآثار هاي يعني، كان يفكر إنه يهرب ويستثمر هاي الحالة. الغرب يهتم بهاي الآثار لأن بها معلومات وبها براءات اختراع ينتجون على ضوها يعني. ساعة الأهرامات لو تلاحظ الأهرامات إحنا في تقديرنا هي مدافن، هي ما مدافن، هي محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. زين هاي شنو ليش باقي؟ فأكو أمور كثيرة إحنا لأن الظروف مالتنا الحروب يعني أصبحت الدولة هي تريد تمشي البلد بأي صيغة، فاهتمام بالأثر صعب أن يكون بشكل حقيقي يعني متطلبات الحياة الاجتماعية والتطور يعني وتوسع الناس زيادة على الناس لا تبدي، فمحتاجة بنية تحتية خارجية خارج المدينة تتوسع المدينة. فانصبت الدولة أنه تهتم بهذه الحالة، المنطقة القديمة محافظة على نفسها متماسكة وكو مساعدات وتقدم، ما مقصرة الدولة ما شاء الله. تحدثنا قبل قليل عن أهمية المكون المسيحي في هذه المدينة، زين شنو ينطيكم طابع زيارة البابا فرانسيس إلى المدينة بعد تحريرها من عصابات داعش؟ والله شوف يعني الساعة ذاك اليوم عاد أصلي بجامع لقيت شخص من إخواننا الكرد كردي يعني، كنت يعني بصراحة عم بسأل إذا خلص الصلاة أشوفه يعني. طبيعة أهل الموصل يعني ناس بسطاء يعني، المحبة ما عندهم حقد، محبة عندهم يعني. زيارة البابا يعرف البابا من يجي هنا ما يعرف جاء يعني، حتى لو ما يجون وياه حماية محمية يعني ماكو إشكال بالموصل القديمة خاصة ما بيها موصل كله بشكل عام وايد. ف البابا يدري يعني يعرف هاي الأمور. فالزيارة مالته كانت مهمة أنه انطى دافع معنوي لأهل الموصل، انطى دافع معنوي للمسيح أنه يرجعون لبيوتهم الباقي الأقليات الأخرى، وندعوهم بصراحة ندعوهم يعني نكون سعداء. أهل الموصل افتر على بيت بيت يتمنى هسا حتى يرجعون الناس والأهالي نفسهم كل المذاهب كل القوميات. هسا أي شخص يجي أي حتى لو ما ساكن الموصل وما من الموصل وغير مذهب وغير ديانة يجي هنا يكون سعيد وما راح يشوف أي حالة أي يعني أي حالة رفض ماكو يعني. هذا أصل بهم سبحان الله يعني، تكوينهم الداخلي يعني محبتهم من الله، وناس أهل دين وبسطاء ما عندهم تطلع يعني أنه هذا الشخص من هاي ماكو، مفقودة في المنطقة، مفقودة من المنطقة القديمة مفقودة نهائيا ماكو. ولهذا هسه أي شخص يجي من أي منطقة ومن أي مذهب ويجي يسكن يشتري بيت يقعد هذه عادي شيء طبيعي يعني طبيعي، والناس بالعكس ترحب به وتقدم له المساعدة مثل ما بالخمسينات جاء شخص سكن بيت لقي الناس تقدم له الأكل وتقدم له الأثاث وتساعده عادي بالرغم من الفقر يعني. بصراحة كرم ما بعد كرم يعني، يعني استغرب بصراحة ناس يعني عايشين على أطراف الحياة والوضع الاقتصادي يكرمك كرم ما لقينا بصراحة بتاجر ما يعني شيء عجيب. واسأل الناس سألت شوف جرب هنا
تدخل باي منطقه ومحتاج اي شيء تلاقيهم، ما سواء ما عندك غداء يغدوك، ما عندك سكن ممكن يدبروا لك، باي شكل من اشكال المساعده الانسانيه متوفره من ناتج عن القيم والتقاليد اللي اساسها هي الدين وال يعني القيم العشائريه والاخلاق. مدينة الموصل تسمى مدينة الأنبياء، شنو سبب تسمية هذه التسمية على مدينة الموصل، ومن هم الأنبياء اللي سكنوا في هذه المنطقة أو بثوا الدعوة فيها؟ هي الموصل يعني لازم يعني نقول مدينة أنبياء، لازم نرجع للطوفان مع سيدنا نوح، يعني من بدأت الخليقة لازم أكون أنبياء حتى يبلغون الدعوة، وعليه تواترت الأنبياء استمروا، يعني ساعتها اكو انبياء حقيقه موجودين بس يعني كرفات ما 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 نطيق نحدد، بس يعني ساعتها لو تيجي تقرا قصص الانبياء مال النيسابوري اللي يعني قصه مثلا النبي جرجيس، يعني 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 اكو يعني قصه يعني ممكن تعدد لي الانبياء اللي موجودين. والله النبي نبي يونس، نبي دانيال، دانيال ما موجودين رفاته في خارج الموصل، نبي يونس، نبي جرجيس، نبي يونس، نبي جرجيس، نبي جمشيط، مجموعة أنبياء كمراكز، يعني أكو مراكز أئمة متكيات، بس عموما يعني سميت الأنبياء ليس لهذا السبب، أن الخليقة بدأت بهذه المدينة والارتباطها بالقرآن هذا كان أيضا عامل مهم في أنه تستمر الأحداث باتجاه هذا الربط بالقرآن الكريم اللي ما راح يزول إلا أن تقوم الساعة، أنه سميت فتسمية مدينة أنبياء للسبب اللي تحدثنا عنه. بس أكو أحداث يعني ساعتها مثلا النبي جرجيس لو تقرأ القصة مالته عنده دعوة بها دعوة، يعني أنا شفت رجل فقير في إحدى محافظات العراق، بعد فترة زرته مرة ثانية وجدت رجل غني، غني فوق التصور، فمن سألته السبب قال لي روح اقرأ قصة النبي جرجيس، فبحثت بالمصادر والمراجع وجدت مع النيسابوري قصة مهمة. ف زرت واحد احدى المدن العربيه من تحدث قلت له يعني ثاني قال لي تمام يا محمد دوله، قلت له العراق، قال لي يا مدينه، قلت له الموصل، مسك يدي قال ادعي لي، صار عندي فضول ان اعرف، فجمعت المصادر والمراجع عن المدينه، فتوصلت لمجموعه استنتاجات انه هاي المدينه ركيزه في العصر الحديث، طبعا ركيزه للارض، مدن الارض، المدن الأرض مرتبطة ب يعني اللي مرتبطة بقيام الساعة، وقيام الساعة مربوط بهذه المدينة، يعني لولا الموصل لقامت الساعة في تقديري هكذا، يعني اكو أحداث. حقبة داعش المؤلمة على مدينة الموصل، شنو سبب اختيارهم لهذه المدينة كعاصمة أساسية لهذه الدولة؟ والله ما بالنسبة لي ما يعني ما 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 أطيق أحدد ليش، بس أنا ممكن أقول يعني مثل ما تحدثت لك على أنه هي ممكن نتحدث بجانب مرئي أنه هي مركز مدينة ناسها مسالمين فقراء ما عندهم حب، ومركز اقتصادي مهم، أعتقد وجدوا يعني كثافة السكانية والحالة المادية كانت جيدة، أنه عملية التسليب ولا المهم، فهي كانت يعني هي يعني عملية في تقديري هم مدروسة، يعني لما نتحدث عن إسقاط الجوامع في المناطق القديمة وخاصة جامع النبي، جامع النوري، يعني ما نستطيع أن نتحدث هذا الموضوع اللي قال، يعني موضوع شوية صعب ومعقد شائك، مرتبط بشغلات روحانية، انه ارتفاع هذه الجامع، اهمية هذا الارتفاع،
فلازم يسقط هذا الارتفاع، لأن الارتفاع اللي هو مغزى وهدف يحمي هاي المدينة، والجوامع الصغيرة أيضا كانت تحمي هاي المدينة، فإسقاطه يخرج حمايته، يعني يكون طاقات إيجابية يسموها طاقات روحانية تغلف المدينة. يعني الجوامع من يأذن يصبح هناك هالة إيجابية تغلف على المنطقة. ارتفاع المنارة الحدباء 55 متر تنطي هالة إيجابية ما غير مرئية، احنا ما نطيق نحدد. فكو عوالم أخرى خارج، يعني خارج المنظور، أنه فلازم تسقط هذه الجوامع وهذه المنارة بالتحديد. إذن هي عملية مدبرة، بس إن شاء الله إن شاء الله أنه تكون، يعني الحمد لله خلصنا من هاي التجربة المريرة الصعبة. يعني إحنا بقينا بالموصل ما طلعنا، وعرفنا نعرف ليش جو، ليش هذه، إنه يريدون يخرجون الموصل، ما نخرج، ما نخرج، نموت بالموصل وما نخرج، مدينة مهمة. الله بقانا بالموصل، مدينته على الأرض أرض الله، نعم، بس بقينا بها، حافظنا عليها، تعرضنا لشتى أنواع، يعني حد يعني شوية إنه يعني تتخيل باكيت الجقاير وصل حقه 1,200,000 دينار، باكيت جقاير وصل مليون، يعني كل 5 أشخاص يشترون جقارة 100,000. كل واحد يحدد له، هي صح ما مهمة جقارة، بس يعني الناس يدخلون، كل شخص له واحد هذا يدخن، يعني وصارت بعض المشاكل من وراء انه هذا الشخص يدخن هاي المرحلة هاي 10,000 دينار، هاي 10 وكذا، يعني 1,200,000، يعني بالتاريخ الإنسانية ما ممكن يصل هذا الرقم بأي يعني من صنعة الجقارة اللي حصلنا هذا. فمرينا مراحل تجربة قاسية، يعني بس كان هناك تلاحم. يعني لاحظت يجي إنسان يصيح بالشارع يريد يأكل، ما عنده ناس نعرفهم، ناس حالتهم زينة، كانت ما عنده خبز، تشوف الفقير طلع له قرصة الخبز ويعطي قرصة قرصتين يعطيه عادي. يعني شلون رجعنا لوقت الصحابة، يعني ما عنده قرصة خبز يبسي يكسر منها وقطعة، هاي الموصى أنا شفتها، يعني هاي لاحظتها. يقول لك ناس ليش تطلعوا طلعوا، ما نطلع من الموصل ونموت بالموصل، ما نطلع مهما كان، وايش يعني ايش يتحدثون عن الموصل، بس احنا لا، يعني بقينا حتى نحافظ على المدينه، والله بقانا يعني حتى نحافظ على مدينته، والحمد لله صار تعاون وصار تكاتف ونجتزنا هاي المرحله الحمد لله. يوجد في المنطقة القديمة عدة محلات وعدة مناطق، منها بعض الحارات المرتبطة بديانة معينة مثل حارة اليهود أو غيرها كحارات من المسيح، ممكن تتحدث لنا عنها؟ هو الأحياء، يعني مثلا منطقة ما نسميها حي، احنا نسميها منطقة اليهود، منطقة الساعة، المسيحيين، هذه ما يعني شيء طبيعي، ما فرد شيء، يعني للدلالة. ما كان اكو قبل انه يخلي على رقعة يكتب حي المثنى وحي اي يكتب له حي، فكانت ماكو، ما عدنا، ما وصلنا لهي المرحلة، ما وصلنا لها. فكانت الدلالة القومية او الديانة الساكنة لهي المنطقة يطلع ساعة منطقة الخزرج، ما عدنا رقعة اسمها الخزرج، كان ناس جوا من منطقة بالفتوحات الإسلامية سكنوا هاي المنطقة فسموها خزرج. حضيرة السادة، حضيرة السادة ناس كتكيات هناك وناس متدينين، فمحلة اليهود أو ما يعني للدلالة فقط وليس للانتقاص إطلاقا. ماكو بالموصل، ماكو هاي الحالة، عجيب، يعني حالة استثنائية بصراحة، يعني اللي يسوي له بحث على هاي الحالة خليه يجرس هنا بالمنطقة القديمة حاصرا. وسعت جرب اطلع هسع تجيب شخص خليه يمثل هو غني يلبس فقير ويدخل المنطقة القديمة، يدق على أفقر بيت بالموصل يطلعوا له غداء عشاء كيفه،
يفوت اي مطعم ما عنده يعشونه يغدونه وصور صور وجرب. شيء غريب صراحه ما شايفه عنه بس باقي المدينه. يعني نوبات عندنا محلات هنا ننسى بعض الاغراض برا ننساها ما حيجي. سرقه ماكو يعني. انا حتى الاجانب تلاحظهم الساعه 8 10 بالليل يفترون اخواننا الاكراد ماكو امان. امان الحمد لله الحمد لله. ومن طبيعه الناس طبعا ماكو حاله انحراف بهالمنطقه. الوازع الديني عندهم قوي، الالتزام الاحترام الكبير احترام الصغير موجود، والياس الالتزام موجود. ما مع مواغ الاحداث والتغيرات التقنيات والتكنولوجيا ابد. فبقت محافظه المدينه والحمد لله بقت محافظه انه تكون ملجا ومسكن اللي حضنها مفتوح لاي واحد يهاجر يجي هنا يسكن، مو يهاجر يجي يسكن هنا عن طيبه قلب وعن اي شيء، يجي فتح مشروع يسكن عادي. ولساته ما شاء الله راح يبدي ان شاء الله الكورنيش والجسور رجعات الساع والخدمات البنيه التحتيه ما شاء الله بنيه تحتيه عملاقه. انا في تقديري شيء راقي يعني شيء يعني. والتحرير المجاري يعني مطور يدخل بيها من وسعها وبعدنا تونا متحررين. صراحه استغربت بناء ما طبيعي. وسع المستشفيات مجمع المستشفيات رجع ما شاء الله. حتى الحوزه بنت جامع مستشفى هنا بالمجمع المستشفيات مجمع ما طبيعي عادل مدينة الطب ببغداد. أنا شفته وشفته هنا ساعته شيء فوق الخيال. صح تشوفها من برا تعبانة، لا تخد جوه وشوف المنشآت اللي عاد تنبني ما شاء الله. ومدينة محطمة يعني لو تجي دولة كاملة وهي ومعداتها تريد تعمرها كذا صعبة. فكيف على محافظة ومحافظين يجون يعمروها؟ صعبة. بلدية كادرهم محدود الآليات كلها احترقت ما ظل شيء. يعني لو تشوف 100 30 40 100 سيارة تنقل نفايات محروقات كلها زين. هسه تروح شوف هسه المدينة ما شاء الله نظيفة. يعني بدأوا من الصفر والمواطن أيضا بدأ من الصفر بإيمان بالله وبإيمان مدينته أهمية هذه المدينة. ما نتحدث لأجل الإعلام بس هي حقيقة. يعني إيش كذا هسه المفروض اللي يريد يطلع على الحياة الحقيقية البسيطة الإنسانية يجي للموصل القديمة نشوف الحياة. أرخص شيء هنا أأمن شيء بإذن الله هنا. التعاون موجود الخدمات موجودة. أدخل الساعة تلاقي أي منطقة الساعة بالمناطق القديمة هنا تلاقي الإعمار منظمات تشتغل الحكومة تشتغل. يعني ما شاء الله يعني ما توقعنا بصراحة هذا الدخول وما كنا نحلم حلم بصراحة. الساعة أصبح الحلم حقيقة والحمد لله والشكر. زين رسالة حابة توجهها من خلال رسالة للمسيحيين للمكونات الأقلية هاجر. والله الحديث مالتنا قلنا قلتونا الحديث مالتنا يعني أنه إحنا هاي طبيعة أهل الموصل ونتمنى يرجعون كل ترجع. لأن إحنا بصراحة شفنا الرسم هذه رسومات مالتاني نريد نرجع إحنا نطلعها نعرضها للناس يشوفون يريد يشتري يريد يأخذ من بلاش ننطي. نتمنى هسا يرجعون. ليش؟ هو من جاء سكن البيت تعمر البيت، من جاء فتح له محل تعمر المحل، رجعت المدينة. وسع ما شاء الله الدوائر الساعة الدولة نسحت هنا الضريبة جت انتشرت المحلات. يعني سألو يصير لو الحكومة المحلية بعد ترجع من كل دائرة قسم صغير تخليه هنا تفتحه هم راح يصير نزوح. فنتمنى كل هاي والله يتمنى اليوم قبل باكر يجون ونفرح ونكيف. وين راح يصير كثافة سكانية ترجع مثل الوضع الطبيعي. راح يصير عمل راح يصير تعاون اكيد. هذا راح يجي هم عنده امكانيات ماديه وعنده مشاريع عنده معمل شيء. اتمنى يرجعون اتمنى. مسيحيين ناس طيبين حيل، الكراد طيبين، كل القوميات كل الديانات. شكرا لك اديب عربه.